يتواصل إقبال المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس. إذ أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء أمس الأربعاء أن مجموع عدد الأشخاص المتلقين للتطعيم قد بلغ 144,130 شخصا. فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم لذات اليوم فقد تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه قد بلغ 534 حالة تطعيم.